امي يا جماعه سامي بقى مني. ميكسة تتبرأ من ابنها قدام الناس ورد فعل طريف من جوزها. الست دي امي بس هي مش عايزة تقول. طلع معها شاب صغير وقال انها امه، بس هي لحقت وتداركت الموقف. لكن رد فعل اوكا جوزها ضحك الناس بسبب اللي عمله. هي ترى ايه الحكاية؟ ميكسة نشرت فيديو ظهر فيه شاب بيتكلم وبيقول الست دي امي بس هي مش عايزة تقول. فردت هي عليه وقالت انا خلف العجل ده، فهو قال لها ايه؟ راحت لحقت نفسها وقالت القمر ده. فرد الولد وقال لا مش امي بصوت ياسر جلال. ورغم الحوار الطريف بين مي والولد اللي ظهر في الفيديو، لفت نظر الناس جوز مي اللي كان في دنيا تانية في الفيديو ونايم. الناس بدأت تتفاعل مع الفيديو الطريف قبل ما يكتشفوا ان الولد اللي ظهر مع مي كساب ده اخو اوكا الصغير، وانه على طول موجود معهم ومرتبط ارتباط كبير بمي كساب واخوه، لدرجة ان الناس افتكرتها امه بجد. التفاعلات كانت كتيرة مع فيديو مي كساب والولد، ففي اللي قال قبل ما يعرفوا انه اخو اوكا شبهك جدا ربنا يخليهولك، والولد مؤدب جدا، وفي اللي قال بالراحة يا جماعة ده اخو اوكا ابنها ايه ده ما شاء الله كبير وهي لسه سنها صغير، وفي اللي رد على حالات الاستغراب وقال ممكن يكون ابنها عادي، انا اتجوزت وانا عندي 16 سنة وابني دلوقتي عنده 14 سنة، يعني فرق السن بيننا سنتين. مي كساب ظهرت للجمهور بشكل مختلف بعد فقدانها الوزن بطريقة كبيرة، لدرجة ان جمهورها طلبوا منها انها تتخن شوية، فوقتها هي قالت الصيام بيخليني اخس بطريقة مش طبيعية واتمنى ان يزيد ما يقرب من 10 كيلو حتى ارجع لشكلي الطبيعي، انا مستمتعة بالنحافة لاني كنت بعاني من السمنة، وهتخن للجمهور 5 كيلو لانهم بيخافوا ان ارجع لوزني مرة تانية. وقالت مي كساب عن علاقتها بجوزها راضية عنه جدا، اقول دايما ان علاقتي بمحمد قبل تدهور حالة والدي الصحية شيء، وبعد انتقاله للمنزل للاقامة معانا بشكل دائم شيء اخر. هذه المواقف تكشف معدن البني ادم واصله ورجولته. وقالت في النهاية هو مش والده، هو والدي انا، وانا شفته بيتعامل مع والدي ازاي واتفاجئ. وقالت عن قبل جوازهم، في البداية رفضت العلاقة بسبب فرق السن بينا، لكن تعامله معايا واحتواء ليا قضى على الفكرة دي خالص. اما محمد او اوكا جوزها فقال مي كل حاجة في حياتي وواقفة جنبي من قبل ما نتجوز، وشالت حاجات كتير قوي، كفاية طيبة قلبها على اهلي وصحابي والناس اللي ما تعرفهمش وانا بتعلم منها. مي كساب بتستعد تقدم اغنية مشتركة مع جوزها اوكا، والجمهور حبهم جدا مع بعض لانه شاف انهم نموذج طيب وبيحبوا بعض. ومي ظهرت في فيديو طريف مؤخرا مع ريبوت وطلبت منه يقول هاي لولادها دليدة وفريدة ونوح.